صحتي في ماكلتي اليوم. معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني مشكور، وكيف ما وعدناكم غادي يعطينا وصفات لتقويه والحفاظ على القوه وعلى الصحه ديال العظام ديالنا. هذه تكمله بطبيعه الحال لموضوعنا بالامس. دكتور رمضاني عبد الخالق، الصباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه كالعاده. دكتور صباح الخير. دكتور رمضان صباح النور. صباح النور. تحية لك، تحية للطاقم المجموع، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. مرحبا بك دكتور، شكرا لك. إذا اليوم كيف ما وعدنا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام أننا غادي ناخذوا وصفات أو ديزاستوس اللي باش نحافظوا على الصحة والقوة ديال العظام والمفاصل ديالنا. دكتور رمضاني، هي بطبيعة الحال كاين عندنا واحد مجموعة ديال الحويجات اللي كيقدروا يحسنوا من الوضعية ديال المفاصل ديالنا، خاصة اللي كيكون العنصر اللي هو الأبرز حاضر اللي هو الحركة. هي بطبيعة الحال فاش كيكون عندنا هذا المشكل ديال المفاصل، بطبيعة الحال كنستحضروا واحد المجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو الحيد والحريق، الهدف الثاني هو أن هذيك المفصل ما يزيدش يتأثر ويتأكل ويتخرب. نعم. وبطبيعة الحال إلى أمكن أن احنا إلا كان تخرب شوية، واش كاين الإمكانية؟ هذه مسألة بطبيعة الحال اللي هي شوية صعيبة، ولكن الإمكانية ديال أن احنا نعاودوا نصلحوا هذه، نرمموا العظام، نرمموا ذاك المفصل ونعاودوا نصلحوا ذاك الشيء اللي تخرب. هذه كما ذكرت هذه مسألة اللي هي صعيبة بزاف. اللهم في بداية، يعني في البداية ديال التطور، ولكن في جميع الحالات كما ذكرت نقدروا نحسنوا من الحالة. فبطبيعة الحال بين الحويجات مثلا اللي معروف عليها انها كتحسن الحاله ديال الالتهاب، خاصه اللي كتكون ديك الحاله ديال الالتهاب الذاتيه، وكنا اننا نشرح نوضحوها للناس. نعم. ملي بعض الناس كيقول لك مثلا في الصيام كتحسن الحاله الصحيه ديالهم، وهذيك كيلاحظوها بزاف الناس، خاصه اللي كيعانيوا من الحاله من الروماتيزم. نعم. مثلا فولارتيز كوماغتويد هاد الناس فعلا ملي كيصوموا الصيام كينقص لينا من الحالات ديال الالتهاب، ولكن كيف ما كنبغيو نذكروهم يعني هذه مرتبطه بواحد مجموعه من الشروط، لعلى راسها ان البروتينات ديالنا خاصها تكون متوازنه، لانه حتى هذا المرض هذا اصلا كيخرب لنا واحد مجموعه ديال البروتينات كتكون واحد ديغراداسيون، وبالتالي يعني وكذلك حتى على حسب الطريق ديال الالتهاب، يعني ماشي كاع الناس المصابين بهذا الالتهاب يعني ولا بالانواع، ماشي جميع الانواع ديال الالتهاب وماشي جميع المراحل كيتحسنوا ملي كيكونوا على صيام. بطبيعة الحال هضرنا البارح على الفيتامين دي، هضرنا الكالسيوم. بطبيعة الحال الفيتامين دي كنعرفوا الأهمية ديال الشمس، الأشعة ديال الشمس. نعم. وكذلك حتى يعني هذه للأسف ولات حقيقة يعني من ناحية ديال البراتيك أو الممارسة، يعني ولا خاصنا نفكروا مرة في أن احنا نعاودوا ناخذوا مكملات غذائية اللي فيها الفيتامين دي باش نعاودوا نقدوا النسبة ديال الفيتامين دي، لأنها مهمة بزاف في الحالات هذه. ولكن كما ذكرت المصادر ديالو ولو أنها قليلة، مثلا الأهمية ديال أشعة الشمس، كاين أسماك، كاين على رأسها الأسماك، يعني خاصة كتكون مصادر ديال الفيتامين دي، ولو انها ما كثيرة زعما كاين بواحد الكميه كبيره، ولكن على العين. كذلك هضرت على الكالسيوم، كنهضر على الكالسيوم بطبيعه الحال راه المصادر ديالو متنوعه في جميع الزرع فيهم، وواحد المجموعه ديال الحويجات اللي حنا كنتناولوهم في اليوم ديالنا، قمح، شعير، خضار، لحم، بيض، اسماك، هذو كاملين مصادر ديال الكالسيوم. وفي بعض الاحيان كما ذكرت بطبيعه الحال على حسب الراي ديال الطب المعالج ديالنا، فبطبيعه الحال كنقدروا نرتائيو ان احنا ناخذوا كذلك مكملات في هذا الاتجاه هذا.
كيبقى بطبيعة الحال وهذه الناس اللي كيهمهم واللي كيبغيو بزاف شنو نقدر نستعمل انايا يعني ك كخلطات كوصفات اللي نقدر يصلحوا ليا ولا يقصوا ليا من الحاله ديال الالتهاب على الاقل. ف بطبيعة الحال اهم حاجه كتقدر نقدروا نهضروا عليها هما الزيوت الاساسيه. وملي كنهضر على الزيوت الاساسيه كنهضر على واحد الحاجه اللي الدرس ديالنا كتركزها بواحد الشكل كثير, عفوا بالطبيعه كتركز بواحد الشكل كثير لدرجه مثلا نعطي مثلا مثلا نعطي مثلا الازيت للحصول على لتر ولا كيلو من الزيت ديال الأزبر المقطر ديال الأزب راك خاصنا تقريبا واحد 100 كيلو ديال هذاك الراس المورد ديال الأزب تقريبا يعني باش يعني بحالها في هذاك الليتر من الـ من الـ من الزيت الأساسي راه بحال عندنا المفعول ديال 100 كيلو ديال الأزب. وبالتالي هذاك الشيء علاش كدائما الاستعمال ديال الزيوت الأساسية خاصو يكون بواحد الحذر كبير, ولكن ما كيمنعش على ان عندهم واحد الفعالية كبيرة خاصة وهذا بطبيعة الحال عنده علاقة مع المكونات ديالو. ذكرت أزير, أزير مثلا فيه من بين المكونات اللي نقدروا نلقاوها فيه تلقاو في واحد المكون سميتو البورنيون اللي هو معروف بالكونفر. وهذا الكونفر هذا معروف عليه على انه عنده فعاليه مضاد للالتهاب وكذلك مضاد للحرق. وهذه الفعاليه عنده فعاليه مباشره يعني كيخدم ضد هرمونات ضد واحد مجموعه المكونات اللي كتكون كتتواجد موضعيا في اللي عندها علاقة مع التهاب والإحساس والإحساس بذلك الحرق. وبالتالي مثلا الاستعمال مثلا ديال واحد ديال 10 نقاط مثلا ديال زيت أزير فبطبيعة الحال يعني كتخلينا نحسو بذلك الراحة النسبية. هذا اللي نبغي نشير ليه كذلك هو أنه الزيوت الأساسية بطبيعة الحال احنا استعملناها موضعيا يعني استعملتها مثلا في الركبة ديالي, ولكن الامتصاص ديالها كيكون بواحد الشكل كبير لدرجة أن مكونات ديالها غادي نلقاوها بعد وعل وبعد دقائق نلقاوها في الدم يعني عند الفعالية ديالها العامة بشكل يعني جنرال. وبالتالي الحذر كيكون عند جميع الناس اللي كنقولوا لهم ممنوع عليهم استعمال الزيوت الأساسية بحال المرأة الحامل, المرأة المرضعة, الطفل اللي قل من 6 سنوات. وبطبيعة الحال كاين زيوت أساسية لهذا الشرائح هذو كيقدروا يستعملوهم, ولكن كيخصهم بطبيعة الحال واحد يعني المتابعة عن طريق مختص. ما كاينش عرق أزير, احنا نبقاو في الزيوت الأساسية اللي معروفة عندنا احنا في بلادنا. مثلا نهضروا على الزيت الأساسي ديال الخزامة اللي هو عنده من المكونات ديالو مهدئة ومضادة للالتهاب. كاين كذلك عندنا الزيت الأساسي ديال اللويزة خاصة لاليتيا سيتراتا ولا ليبيا سيتخدوها يعني هاد الأنواع هادو اللي كاينين عندنا والزيت الأساسي ديالهم موجود عندنا ولو أن الثمن دياله غالي, ولكن بحكم مجموعة من المكونات اللي فيهم فملي كناخذوا مثلا واحد كيما ملعقة مثلا ديال زيت الزيتون مثلا وكندير فيه واحد 10 نقاط ديال الزيت الأساسي اللي عندي من هادو يعني عندي الزيت ديال أزير غادي نستعملو, وخاصة زيت الأزير ديال أكونفر اللي فيه هاد المكونات كارت أولا عندي الزيت الأساسي ديال الخزامة الحقيقية لافوندولا فيرا, أولا عندي الزيت الأساسي ديال لويزا, أولا عندي الزيت الأساسي مثلا ديال لوكاليبتوس والكاليبتوس بالانواع ديالو كامله خاصه الا كان السيترون حيت كاين واحد الانواع ديال واحد النوع ديال الكاليبتوس سيتراتا اللي معروف عليه لانه بحال فيه واحد شويه ديال الحموضه يعني كيبان بحال الحامض شويه. علاش؟ لانه كيكون فيه واحد المكون اللي هو واحد لالديد سيترونيلاد اللي عنده واحد الفعاليه مباشره وقويه كمضاد للالتهاب. وبالتالي الاستعمال ديالو يعني كذلك في هذا
في هاد الخلطه مثلا، فكذلك هنا هادو الزيوت هاد الاساس اللي هادي كامله اللي ذكرت، يعني نقدروا نبقاو واحد 10 10 ديال النقاط هنا نحطوها مع الزيت البلديه، نقدروا نستعملوهم بدون اي تخوف، ولكن كما ذكرت الاستعمال ديالهم يكون واحد مره واحده في اليوم، ونتفاداو الاستعمال ديالهم يعني بحضور حتى الطفل، يعني ولاد اللهم الاستثناء غادي يكون هو الخدامه. يعني نستعملوا منه واحد الكميه قليله في الركبات ديالنا، ولا حتى في الدار ديالنا، ولا حتى في الدار ديالنا، على حسب فين عندنا نعم والالم. نعم نعم نعم، يعني هذه نصائح مهمه، وكنتمنى ان المستمعات والمستمعين ديالنا، الناس اللي مصابين بطبيعه الحال يعني عندهم مشاكل ديال العظام والمفاصل، وعندهم يعني التهابات، انهم يلتزموا بها، وضروري من ان يكون استشاره مع الطبيب المعالج. دكتور عبد الخالق الرمضاني، نعم تفضل. هي بطبيعه الحال يعني هذه كتبقى طرق للمصاحبه، هي بطبيعه الحال راه كما ذكرنا حنا الحين تعنا نوصل للدرجه ديال شحال واش تدمر واش تخرب واش الدرجه ديال التطور ديال الحاله. بطبيعه الحال راه حيت كاينه مكونات اخرى، كاينه مكملات اخرى، كاين امينات اخرى، كاين الكوندويتين، كاين لاسيد هيالورونيك، كاين واحد مجموعه من المكونات اللي كنقدروا نحتاجوها كمكملات غذائيه في بعض الاحيان لاعاده كما ذكرت قبيله ترميم العظام، وبطبيعه الحال على حساب السبب حتى هو كيمشي العلاج ديالو. وهاد الزيوت الاساسيه ولا حتى في بعض الاحيان بعض الاعشاب، يعني حيت كاين بعض الاستعمالات اللي كتستعملوا موضعيا وكتنقص تخلينا نقدر ان احنا ذاك الحريق ولا ذاك الوجع ولا الالتهاب كينقصوا، يعني لماذا الاستعمال ديالهم بطبيعه الحال كما كنقول دائما بمعرفة. نعم نعم دكتور عبد الخالق رمضاني، كنشكرك بزاف. للاسف الوقت ما كيسمحش، ربما نرجعوا لهذا الموضوع مره اخرى خلال البرنامج. شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه وعلى هذه النصائح القيمه، والى فرصه قادمه بحول الله معك.